مرحبا، معكم سامي كورجي ماستر فيلم ميكر، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تعليم ادوبي بريمير. راح نتعلم اليوم نضيف تكست على الصوره او على الفيديو. ف هيا بنا. هلا هون بادوبي بريمير سي سي 2019 ضافوا تسهيلات بخصوص التكست. فاللي عنده فيرجن قديم يلي من سي سي 2014 يمكن، وما مذكر قديه، بس انه ما حدا حيستعمل الفيرجنز، فبنصحكم تستعملوا فيرجنز قديمه. يلي عنده فيرجن قديمه حتختلف الموضوع. فانا عم بحكي هلا على الفيرجن الجديد. فكيف بدي احط تكست على الفيديو؟ ببساطه فيني مثلا هون تايب تول، او على الكيبورد بحرف تي بيكبس تي، فما صار شيء للايكون. وانا بحط التكست فبطلع على البروجرام مونيتور، فتغير شكل الكورسر لهالشيء، فبيكبس بيكفيني اكبس على الصوره، او هون بدي احط الفيديو مثلا التكست بدي هون مثلا، فبحط لي هذا الشيء. خليني اكتب مثلا ديتوريال، تمام. صار عندي تكست. طيب في عندي الـ options تعونه هون، فيني عدل شوي بهون هذا الفراغ بدي بينه، نعدل شوي. ففيني اعمل double click هون، غير size تبعه. فيني هون حط الـ alignment تبع الفيديو كيف يكون، مثلا center align او على اليمين وشمال، ما بعرف شو. في عندي bold italic all caps، يعني هم خلينا نشوفهم واحدة واحدة. bold italic، خلينا نضيف كل شيء. all caps نكبر كل الأحرف للكابيتال. فينا نعمل capitalize بس البقية يكونوا بشكل أصغر من أول حرف. في عنا هيدا ال هلا هي مش هيك، بس إنه إذا عندي مثلا meter square، خلينا نحط هون متر سكوير مثلا. هيدا أكيد المتر سكوير تكون فول أم، ففيني أحط هيك. طيب، واللي بيعرفوا رياضيات بيعرفوا هيدي شو. هلا مش شغلتنا، فينا نعمل اللي بدنا اياه. خليني نرجع الاسم تي ديتوريال، خلينا نعمل اول كابس الاين سنتر. هلا هون فينا ننزل شوي اللون تبع التكست، فينا نغير الالوان بكل شيء هون، نحطه احمر مثلا او ازرق، ونغير الازرق مثلا للاغمق للافتح للجريش. فعندكم كتير، حخلي انا على الابيض. اوكي، البوزيشن تبعه مثلا فيني اتحكم فيه هون الاكس اللي عم يمشي فيه اكس اكسس، وفي عند الواي اكسس يعني خلينا ابسطها هون يمين شمال هولي فوق وتحت. اوكي، فيني بيكون الاين بالنص، نعمل هيدا الشيء اسمه ريسيت، بيطلع لكم ريسيت باراميتر، يعني بيرجع كل شيء للاوريجينال اللي هو النص، يعني هون النص 1920 والنص 1080، فبيجي بالنص تماما. هلا هو مش بالنص تماما لانه الالايننج اخذها من احرف من تحت، فاذا بتكون اياها بالنص بالضبط فشو حتعملوا؟ في هون تحت سيف مارجنز. هلا اذا ما لقيتوها هون تحت البروجرام مونيتور، في هذا كبسة بلس نكبسها بيطلع لنا هالاشياء. هلا ممكن تكون مثلا هي موجوده هون، هون انا هلا حطيتها، فبيكفي انه اعمل دراج اند دروب هون، خلصت كل شيء. اوكي، بيكبس بيعطيني السيف مارجن، مثلا هذا الخط بالنص، هذا الخط بالنص، هذا لازم بده توطي شوي، فممكن بالهون بشكل تقليدي يعني نحطها دغري بالنص. اوكي، فينا نرجع كل شيء محله. في عندي السكيل كمان، السكيل لانه مكبر وبصغر بس عن طريق السكيل مش تبع الفونت. خليني نرجعه مي يونيفورم سكيل. الفرق انه بعمل سكيلينج من اكس اكسس او واي اكسس، فهذا هون بقول لك فيرتيكال يعني بهالشكل،
ال horizon horizontal بهالشكل. خلينا نعمل كل شيء reset. اعمل uniform scale. uniform scale بفرق انه بس اعمل scale يعني اثنين نفس ال value بياخدون. rotation ما بدها يعني ما بدها هلا تشرح. opacity مثل ما قلت لكم قبل كل شيء opacity هو الشفافية تاعت الفيديو تاعت شو ما كان text او فيديو. مثلا انا وطيته شوي مش شوي لان تقريبا لنص 50% اذا بكبس على جنب بلاقي انه هيك صار بشكل شفاف لدرجة النص. فيني وكمان بكبس يعني بدي ارجع اوصل لهنيك. فاكيد كل شيء بالافكت كنترول بدي اشتغله يعني افكت كنترول بدي اشتغل شيء بالافكت اللي عم بشتغل فيه. مثلا عن ناحية التكست يلي هو التكست اخذ هيدا اللاير حنرجع نحكي باللاير زول اللي فوق بعض. بكبس على اللاير بيطلع لي هون بالافكت كنترول الاشي الموجود. هلا اذا يمكن ضعته وين انتو كنتو مثلا او راح ممكن تكون مثلا مخفية بهالشكل او هيك. فبعرف انه التكست تبعه بالتكست هون اسم تكست بالارز لتحت السورس تكست يلي هو التكست مع شوية الاوبشنز تبعهم والترانسفورم يلي كنا عم نشتغل فيه بالاكس اكس اند واي اوباسيتي والسكيلينج والقصص. اوباسيتي فيني اوطيه شوي فرجيكم قديش بكون شفاف هون يعني اذا بكبس بلاي فينا نعمل هالشي. فيكن تحطوا اسمكن حتى ما حدا يسرق فيديوهاتكن بهالشكل عن طريق مثلا opacity 20% مثلا 23%. خلينا نرجع 100%. والانكر بوينت شو الانكر بوينت؟ الانكر بوينت خلينا نعلم مع الفيديو. هلا انا كبست في بس كرمال شيل التي يعني بدلني كابس تي لانه بصير فيني اعدل على او فيني اضيف تكست تاني حده تمام. فكل ما اضيف تكست تاني فشو بصير هون بزيد لي تكست فانا ما بدي اضيع ف برجع بشيل هذا التكست الفاضي. دائما بكون تميزوه هون بالتكست هون بين براكت تيتوريال. التيتوريال اللي انا كتبته اصلا تكست بين براكت ما في شيء معناتها هذا فاضي. ففيني انا بعلم عليه بكبس ديليت على الكيبورد فيني امحي لانه مش بحاجه. فلحتى حول لفي فانتبهوا فبكون تكبسوا تحولوا على السلكشن تول اما تكونوا مانيوال تكبسها هيك او اذا كنتوا بتي وكنتوا هون مثلا فما فيني اكبس في دغري لانه بعدني بالتكست ادت يعني بمحيها. ففيني اكبس انا هون على التايم لاين على جنب او بالويل بكبسها انه بتصير ما بروح السلكشن تبعها. هيدي تريكس تعوني انا بكبس في بحول للسلكشن تول وفيني اكبس عليا دغري على المونيتور هون ليبين لي هالشي. هلا كل هالشغلة عم بوضح لكم اياها بس لكم شو الانكر بوينت بس بعدين عم فيكم تستفيدوا منها اللي عم بحكيكم عنه. المهم خلينا نحكي على الانكر بوينت. الانكر بوينت يلي هي شفتوا هيدي الدائرة اللي فيها بلس بالنص هيدا الانكر بوينت يلي كل شي سكيلينج هي نقطة الارتكاز تبع هالشي. مثلا روتيشن عم بعمل روتيشن كل شيء عم يبرم مثلا بتطلع مثلا بالفيرتكس هول بعمل كنترول زد بتطلع على كل شيء هول عم يبرمه بس الا هيدي ما برمت. حتى بسكيلينج بتشوف انه هيدي نقطه ثابته يعني انا عم اعمل لكم نقطه الارتكاز يعني كل شيء سكيلينج روتيتينج اولي اكثر اثنين باثروا فيهم مرتبطين بالانكر بوينت. ليه حالكم شو حرجع كل شيء ريست مثل ما عملت هلا. خلينا انا بدي اياها تبرم مثلا التيتوريال على حرف التي من هون فبالانكر بوينت او فيني من دغري من هون بس يطلع لي هذا الايكون اللي طلع جديد اكبسها وزيح على حرف التي هون تمام او تحت التي. فهلا صار فيني اعمل روتيشن يكون هون النقطة الارتكاز فكل شيء بيعمل روتيشن من هون ورايح وهذه نقطة ثابتة فهعمل روتيشن. شفتوا كيف
ونفس الشيء حعمل كنترول زد بسكيلينج يجي هيك. فانا شو بستفيد منها؟ بعمل كنترول زد في لي نقطة الارتكاز حطها بنص الاو هون، وفيني اعمل سكيلينج كتير كبير. بصير فيني انا مثلا اعمل كي فريمينج نزلها هيك. حنعملها حنطبقها، خلينا نطبقها سوا. هلا انا حطيت الانكر بوينت، خلينا نشوف هون كنترول زد، حطيت الانكر بوينت بنص الـ بنص الاو تمام. وبدي اعمل هلا تفوت التوتوريال بشكل مثل ما شفناها هلا عم نعملها. خليني انا بلش التكست من اول ومن هون طيب، وحتى لارجع دغري هيك يعني ما بدي انا عيرها مزبوط، بكبس شيفت ودغري بعمل هيك بالاي ستيك، بشيل ايد عن الماوس وبعدين بشيل ايد عن الشيفت. فهون شو بعمل؟ بدي اعمل سكيلينج داون، يعني اول شيء بده يكون شكل كبير بعدين شكل صغير. بيجي هون لهلا موضوع الستوب ووتش، فهلا انتبهوا كتير منيح وركزوا كتير منيح. هلا فتنا بشوية اوسع للبيجنرز كتير حتستفيدوا بهالموضوع. بيكبس الستوب ووتش تمام، ببين عندي دوت، هيدي الدوت حجيبها لهون، هيدي الدوت، هيدي بشكل كتير مهم. طيب حنشتغل بشكل بروفيشنال، حنعطيكم اياها من الاخر كيف الشغل البروفيشنال حيكون. حادرس اول شيء التايمينج طيب، بس هولك بكره حتلاقيهم دغري سريعين، يعني نحن هلا حنطول معنا شوي الوقت لانه انا حاشرحها وقلكم شو تعملوا. بكره بكره على العاده يعني على البراكتس على التدريب دغري بتشتغلون بدون دراسه، يعني صارت عندكم عادي. فهلا انا مثلا بدي اياها من هون، بدي اشوف الوقت قديش بدها تاخذ لحتى تطلع لي هيك توتوريال تثبت هون. بعمل بلاي بيكبس سبيس، بدي اياها توقف هون. طيب هرجع اعمل انا دوت تاني، بس كيف بدي اعمل دوت تاني؟ مش راح ارجع اكبس هون لانه هون برجع بط فيها. مثلا كبست حيقول لي this action will delete existing keyframes do you want to continue. هلا انا حقول له cancel. بالدوت هلا هون بسكيل، في عندي هون شيء في هون الدوت بتشبه هيدي الدوت، هيدي add or remove keyframes. فحاكبس دوت حتضيف دوت. هيدي الدوت شو بتفيدني؟ انه انا هيدي الدوت بتحمل داتا، يعني بتحمل هون البرسنتج تبع او بتحمل الرقم الموجود هون. افترضنا نعمل كنترول زد. طيب اذا انا من الاول افترضنا دغري كبرت لهون طيب، وجيت على كبس سبيس لحتى اعمل بلاي، بديها تنزل هون الديتوريال تبين هون. بيجي لهون بيكبس دوت هيدي. طيب بدي ارجع انا على اعمل نزلها لمطرح ما كانت، فيني اعمل سكرول داون لتحت توصل لهون، فيني كنترول زد هلا، فيني مثلا اكبس على الرقم كبسه وحده، فيني اعدل دغري الرقم، فيني احط 100 مثلا وانتر، اعطيتها هذه الداتا. طيب هلا شو صار؟ خلينا نحكي هون. اول دوت حطيناها الرقم يلي هو طلع الرقم 3000 وشي. تاني نقطة اللي حطيناها نحن هلا رقم 100، فهيدي النقطة عند الرقم 100 وهيدي النقطة عند الرقم 3000. اللي حيصير انه لما يكبس سبيس حيمشي من 3000 لل 100، وحتشوفوا كيف التيتوريال عم تجي من بعيد، يعني من على الكاميرا، من الكاميرا تبعد شوي عن الكاميرا. فبيكبس بلاي، صار عنا شيء جديد. هذا الشيء بتضيفه على الفلوجز اللي عم تعملهم انت عندك انت بالشانل، او عم تعمل فيديوهات جديده، عم تعمل انترو مثلا لهيك شيء، عم تعمل برزنتيشن مثلا هذا الفيديو شو اسمه، اذا كان في اوب فيك تستعمل هالطريقه، في اي شيء فيك تعمل اي شيء. فانا استعملت الاو لانه جاي بالنص وطريقه كتير حلوه فتنا فيها. هلا في شغله كمان خليكم معي لانه انا بحبكم، فعم اعلمكم اشياء اللي عم تنعمل هلا
وعم نزيد عليها نكهة البروفيشناليزم تبعها، فعم خلينا نعملها بشكل بروفيشنال. لاحظوا كيف الديتوريال خبطت خبط هيك، يعني حامل بلاي هلا شوف كيف انتهت هيك شوب. ما انا ما عندي شيء، يعني بحب السموثنس يكون موجود. فشو بعمل انا هون؟ مثلا عندي هيدا الدوت، هيدا النقطه النهائيه اللي هي مثلا خبطت او اي شيء من هالنقطه، مثلا صار في خبطه او هيك فجاه صارت هيك، يعني مشيت وقفت بديها تمشي وشوي شوي توقف. فهيدا النقطه هون هلا ركزوا كتير منيح لحتى تحفظوها اكتر. عيدوا الفيديو كمان لانه نصيحة عن جد هذي بتعطي جمالية. بعمل رايت كليك عليها، بس رايت كليك عليها بيطلعوا لي هالاشياء مثلا اوندو كات كوبي، بنزل لتحت في شيء اسمه بازير يلي هو بيعطيني السموثنس تبعه. وفي عندي اوتو بازير، كونتينيوس بازير، هولد، حنحكي فيهم بعدين. وفي عندي ايز ان ايز اوت. هلا حنستعمل، فينا نستعمل بازير وفينا نستعمل وحده من هول اثنين. طيب شو الفرق بين الايز ان والايز اوت؟ هلا هون انا بدي استعمل وحده منهم، ما بدي استعمل بازير يلي هي سهله هي تستعمل، انه خلص تعمل سموث موفمنت او سموث فيد للانيميشن تعملها هي لحالها. هلا انا بدي استعمل ايز لانه بتعطي موفمنت حلو. فشو الفرق بين الايز ان والايز اوت؟ الايز اوت هي النقطة اللي انطلقت منها الانيميشن. مثلا انا عندي النقطة رقم واحد اللي هي حاملة فاليو رقم 3000 السكيل تبعها، رايح عند النقطة رقم 2 يلي حاملة سكيل فاليو رقم 100. الايز اوت يلي طلعت من النقطة الاولى، تمام؟ يعني هي عندي انا نقطة 1 هون، خليني احكي بالصورة، هيدي نقطة اولى راحت عند النقطة الثانية، هيدي مشيت. فانا اذا بدي بكبس هون ايز اوت معناتها انا عملت سموثمنت، عملت سموث للموشن اللي هون لرقم واحد، لنقطه رقم واحد. خلينا اوضحها برقم اثنين اكثر يمكن توصل. فعندي هذا الشيء اللي هون حتشوف، ما هو مش واضح، مش يعني مش مرئي يعني، بس خلينا نتخيل انه هون في ارقام 3000 2900 2800 1600 ل 110 100. اوكي اعتبروه هذا خط. فانا هذا الماوس بدها تمشي هيك، هذه مشيت هيك مثل ما عم تخبط خبط. فانا اذا بكبس هون ايز او بيز ان عفوا، انه انا بدي فوت بالنقطه الثانيه بشكل ايز، يعني هيك بشكل ايزي. طيب ف تكنيك، يعني خلينا نتخيلها انه اذا كبست انا هيدي، كبست ايز ان، بتخيل الماوس مثلا بدها تمشي مشي هيك وشوي شوي تخبط، يعني هيك بهالشكل. هيدي الايز ان، يعني انا الايز ان بدي فوت بالنهايه بشكل ايزي. طيب يمكن اذا تعقدت معكم شوي خلينا ناخذها ببساطه. طلعت من النقطه الاولى ايز اوت، طلعت من النقطه الاولى بدي فوت بالنقطه الثانيه ايز ان، بكل بساطه هيك ما فيني اشرحها اكثر. فحاكبس ايز ان وحشوف شو صار. طيب هرجع بالكورسر شوي لورا وحتشوفوا قديش فرقت. حاج بس بلاي، لاحظتوا الفرق كيف هيك خبطت على الخفيف قبل ما اعمل ايز ان، خبطت خبط. فهرجع عيدها وحامل كنترول زد لنشوف كيف كانت قبل. هلا حامل بلاي بالايز ان، هلا حامل كنترول زد وحشوف كيف خبطت خبط. هلا بعمل كنترول شيفت زد، رجعت الايز ان. اوكي مين قال انه انا بيجنر وما بعرف اعمل هيك شيء؟ وانت هلا باربع حلقات صرت تعرف تعمل كات تريم، تحط الصوت، تعمل الصوت، تعلي الصوت، توطي الصوت، تعمل فيد للصوت، تعمل فيد ان فيد اوت، تحط ترانزيشن بين فيديوين، وصار فيك هلا تعمل تحط تكست ومش تكست بس، تعمل له انيميشن شيء بيزك انيميشن كتير بسيط وبشكل كتير حلو. فتخيل حالك انت هلا بهاد التوتوريال رقم 4 وصلت لهون. ف واو. ف هلا بدي احكي شوي بقصة اللايرز، يعني اللي فوق بعضهم.
انا عندي هذا الديتوريال رقم يعني انا هم بشوفهم على الشمال. خليني مثلا رجع حولي اقربهم لهون. يعني في عندي هذا الشيء يلي هو رقم واحد V1 وهذا اللي فوق منه V رقم 2. طيب انا هلا بس ضويت وفيني ضوي وكفي. هلا بقولكم لبعدين ليه مثلا فينا نطفي ونضوي وما بدي هذه تكون مضوية وهذه ليه يعني حالكم اياهم بعدين. فانا فيني هعمل زوم اوت. فيني اروح على البروجكت دايما البروجكت هون فينا تابز ننقل بين اثنين. فيني احط مثلا هذا الفيديو بفيديو رقم 3. طيب شو صار هلا؟ صار في عندي فيديو هون هون ما في شيء يلي هو في توتوريال وفي رقم 2. فينا نحطه هون لانه بما انه ما في شيء تحته فيني بس انا بدي احطه رقم 3. يمكن انا بدي ارجع هيدي لورا. طيب هلا توتوريال صار بدها تبين ولا ما بتبين؟ ما حتبين لانه اذا بيجي لهون هذه الصوره هو فيديو رقم 3. فاذا بكبس ديليت بمحي بتبين لي التوتوريال وبينت الفيديو. طيب ليه بينت التوتوريال ما بينت يعني ما بينت التوتوريال لحالها مثلا؟ يعني كاني مثلا اذا حطيتها هيدي لحالها ليه ما عطتني شاشه سوداء؟ لانه تكست بده يجي هيك اكيد كل شيء فاضي هون ما في شيء. خلينا نعمل كنترول زد رجع الفيديو اللي انا محيته. طب انا بدي اخلي التوتوريال تبين بهذا الفيديو هون شو بعمل؟ لازم يكون اللاير فوق كل شيء يلي بدي بينه انا فوق كل شيء. مثلا توتوريال بدي انا بدي بينه فوق كل شيء. خليني مثلا حطها فوق هيدي. فينا حطها بما انه ما في فيديو رقم 4 فيك تحطها لانه لما تكبر البريمير بيفهم انه انا عم بزيد لاير. فبشيل ايدي بزيد لحاله اوتوماتيكلي يعني. فبيبين عندي دغري التوتوريال. طيب هلا بتلاحظوا انه هذا الفيديو خلص هون وبين الفيديو اللي تحته. طيب خلينا نفهمها كتير منيح. بدي اعيدها شوي. خلينا هون في ما في شيء فينا انا مثلا نزلها لتحت. هون ما في شيء فينا ننزلها لتحت. وانتبهوا انتوا لما تنزلوها لتحت هعمل كنترول زد. انتبهوا لما تنزلوها لتحت مثلا انا كنت بدي اياها بهالمكان وبدي انزلها تحت انتبهوا تروحوا شوي على الشمال لانه بيعملوا ستيك او تروح على اليمين. ف انتبهوا للموضوع. هعمل زوم ان هلا وبدي هذا الفيديو يبين وبدي الفيديو اللي تحت يبين كمان. طيب هالشكل ما حلو. وتعلمنا سابقا كيف نعمل فيد. طيب فينا نروح على الافكس نستعمل دراج اند دروب. وفينا مثلا نروح على الطرف تبعها. فينا نكبس شيفت لتعمل ستيك. بدي اعمل فيد هون. شو هي هاي؟ كنترول دي. هاكبس كنترول دي. هرجع اكبس كنترول دي ما مش الحال. طيب برجع شوي كنترول دي ما مش الحال. لهالسبب قلت لك انه انا هون بس بدي ضوي وطفي. يعني هيدي كل شيء قلت لك لون ازرق انه انا عم بعطي هذا اوردر للكيبورد شو بدي اعطيه. فاذا انا بضوي ازرق هون الفيديو رقم 2 مثلا هيدا اللاير رقم 2 كان مطفي هو. لما ضويته وجيت لهون هلا صار فيني اكبس كنترول دي وتطبق الافكت عليها. اوكي فهمت علي. هلا مثلا افترضنا انا بدي امحي هذا الشيء وبدي هذا رجع شوي لورا لهون او خليني لهون. طيب بدي اعمل فيد لهون مع انه هي ما بتزبط بس بدي اقولكم ليه. انه انا بدي طفي قصدا وبدي ضوي قصدا. بدي اجي لهون بدي اكبس مثلا انا عندي هذا الفيد الصغير بدي اعمل بدي اياه ينضقر يعني بدي اياه يتلخبط وانا بدي اعمل فيد لهون. فاجبر اذا بكبس كنترول دي بدها تطبق وحده جديده كمان. يعني هي يعني شو ما كانت قبل انا بعطي اوردر انه اعمل فيد على هيدي النقطه اللي موجوده عليها الطرف تبع الفيديو. فبلاقي طرفين تحت فطبقت هيدي هون وطبقت هيدي هون. ما بدي هيدي تتاثر. شو بعمل؟ هعمل كنترول زد هلا. فانا هيدي اللي مضوي هون في رقم واحد حطفيها
لانه ما بدي تاخد الاوردر اللي عم بعطيه يلي هو كنترول دي والفيد تبع الفيديو. كنترول دي بس للرافيتو المضوي حتطبق دي الفيد هون وهيدي حتضل مثل ما هي. حنجرب كنترول دي بوم. فهمنا مزبوط هلا شو الوضع. هلا اذا بدي اعمل انا فيد للصوت بالكنترول شيفت دي ففين اعمل كنترول شيفت دي تمام. بس كمان اذا بتلاحظوا انا كنت معير قبل انه تغير. خلينا هذه مثلا صغيره عشان تبين اكثر. اذا بدي اعمل انا فيد لهذه اللي هون وانا عندي هيدا هذا اللاير على اوديو رقم 3 نفس الشيء اللاير تاعون الفيديوز. في عنا هذا الفاصل اللي هون اللي بيفصل الفيديو عن الاوديو. هذا الفيديو هذا الاوديو تبعه اذا بيكبس هون مثلا هذا الاوديو تبع هذا الفيديو. فيني مثلا اذا ما في شيء بيناتهم هون جوا بيناتهم هون فيني هذا يطلعه لفوق شوي. ف هذا الاوديو واقع على A2 طيب والA2 مضوية وانا ما بدي هيدا ادارة كمان لانه هيدا A1 مضوية فاوتوماتيكلي انا حاطفي الA1 وحاكبس كنترول شيفت دي يلي هو حيشتغل فيد للصوت حاكبسها هلا 1 2 3 حاكبسها بوم. صار عندي الافكت الترانزيشن عفوا تبع الصوت طبق هون وهيدا ما صار له شيء. فانا هذا اللي بدي اياه انه انا بدي اطفيه اصلا لحتى اطبق اشياء. بس هذه امتى بتفيدني؟ ما حتفيدني هون، حتفيدني بكره لما اشتغل مثلا على كذا لاير وبتلاقوا اللايرز مثلا هيك بهالشكل. ما تنقز من هالشكل لانه بكره حتلاقي حالك وصلت وبعد بدك اشياء. ف تحمس بدل ما بتخاف. كنترول زد كنترول زد لحتى رجع كل شيء. فعندي هذا الشغلة انه اللي بدي اعمله. وانا اجمالا بكل الفيديوهات اللي حتحطوها لازم تعملوا فيد اوت للصوت او فيد ان للصوت. وحنرجع هيدي لهون شوي نشوف مثلا انه الديتوريال فوق هذا الفيديو وهذا الفيديو فوق هذا الفيديو. بما انه انا عملت فيد اوت فا اوباسيتي حتقل شوي شوي حيبين من هالفيديو عم بيختفي ويبين لتحت منه. هيك بس بلاي حنشوف شو صار. هذا اللي صار هذا الكروس فيد. وانتبهوا كروس فيد حتقروا الترانزيشن بهالشكل. هلا اذا بدكم تحطوا مثلا دراج ديب تو بلاك ما بيعمل فيد فبيبين اسود لانه اسمه ديب تو بلاك. هالشي ما كتير حلو صراحة. فكنترول زد عملت. فينا نطبق مثلا مورف كات. هلا المورف كات لانه اوقات يمكن بدك تحطها ما تزبط معك. المورف كات اذا كنت عم تعمل انترفيو لشخص مثلا انا هلا واقف عندي هون انا فعم بحكي عم بحكي وصرت فجأة مثلا وقفت طلعت هيك يعني صار شيء مثلا سنتين ووقفنا ورجعت كملت بعد السنتين. هلا بهال هون بهيدا اللي عملت فيهم هيك انا بقطعهم بشيل الفراغ بنكبس على الفراغ بنكبس ديليت على الكيبورد بيعملوا ستيك توجذر بيلقطوا مع بعض بشيل الفراغ وبنحط المورف كات هو بيعمل ديتكت للفيس وبصير بيعم بيدمجهم بطريقة انه مثلا اذا كنت هيك او وجهي هيك هيك فلحلو بيعمل بشكل سموث ما بتبين كتير انه ما في كات. هذا بحال اذا عم تجرب المورف كات. المورف كات كتير مهم للانترفيوز بس اما لاشياء لاندسكيب ما حتزبط معك. فعبعتك هي من الاخر بكرة بتقول مثلا جربت المورف كات شو هيدي المورف كات سامر ما قال عليها هي قلت لك عليها. ففي عنا ترانزيشنز كتير. في عندي 3D motion مثلا كيوب سبين فينا نطبقها بس الترانزيشنز انتبهوا يا باول فيديو او باخر الفيديو او بين اثنين فيديوز. كيوب سبين حنحطها محل الكروس ديزولف حنلاقي الشكل يعني خلينا نحطها بالاول هون عشان تبين شو شكلها انه شكل كيوب. بس هيدي الافكت مثلا فيني حطها بين اثنين مثلا مثل هون بدل هيدي حعملها ديليت نشوف شو هن هي بسيني حعمل كيوب سبين
حلاقي مثلا هذا الافكت. فينا نحط فليب اوفر. فيك تستعمل هالاشياء، انا ما بستعملهم بس فيك تستعمله عن جد. انا فكرة في ممكن نستفيد منه لبعدين بشي. ممكن ما في شيء يعني ما نحط هيك. بس بكرة بقول لك كمان ابي توتوريالز مثلا في اشياء تستفيد منها، في اشياء يعني حاطينهم هيك يمكن للسلايد شو للبيجنرز او تعمل شيء هيك للاولاد، الاولاد ينبسطوا فيهم. فخليني بس اختم هذه الحلقة وما كتر كتير لحتى تقدر تستوعب اللي قلت لك عنهم، وان شاء الله تكون استفدت كتير بهالحلقة وتعلمنا عن جد. عم نخطي خطوات يعني عم نعمل فشخات كبيرة، بس انا متأكد ان انت عم تستوعب كل شيء وعم تفهم كل شيء. اهم شيء انه تفهم، وانت كمان لازم تعمل براكتس لحالك. فانا علي دلك علمك هولي شو هيدي شو تتعمل هيك، وفي عندي تريكس وكتير شورت كاتس لبعدين. فخليني بس فهمك البيزكس وفهمك طريقة العمل الصح، هل اهم شيء. واهم شيء كمان انه اذا ما عملت لي سبسكرايب اعمل سبسكرايب. اهم شيء تدعمني بالسبسكرايب، لايك شير كومنت لقدر كمان اكمل. وانا عن جد مبسوط من قلبي عم بعطي توتوريالز وعم بروح من وقت كتير عم صور وعم بعمل اديتنج شوي للتوتوريال هيدا. وبشوفكم بحلقة تانية وما تنسوا سبسكرايب. باي.